شيء كبير وهذا شيء يعني يشرف ويأكد اهتمام المرأة بالإشارة والفعاليات الرياضية. هذه الورشة التدريبية التي يقومها الآن هي ضمن برنامجه يقومون بخلق قيادات رياضية جديدة ورئيس إدارات الأندية الوطنية والمدراء التنفيذيين الذين حرصوا على المشاركة والاستفادة من هذه الورشة. كما أود أن أشيد بجهود عضو النادي الأحكمان وجهي ما قدمه لهذه الورشة ومدير التنفيذي حمدي عبد الجواد في الإعداد والترتيب لهذه الورشة الهامة. مرحبا بحضراتكم وبشكركم على تشريف نادي البحرين الذي يتمحضركم في هذه الدورة، وأرجو إن شاء الله أن يكون دار مفيدة لنا جميعا. تنفيذ الأهداف، الخطة لازم يكون فيها شنو؟ لازم يكون الخطة طبعا تكون زينة، لازم يكون فيها أهداف، والأهداف جدا مهمة بالنسبة حق أي خطة، ولازم تكون هناك طبعا باليات حق تنفيذ كل هدف، وبعدين عقب هذا طبعا الأهم من هذا كله التنفيذ، لأن الخطة بدون تنفيذ ما لها معنى. والفعاليات محتاجة هذه الأمور، أي فعالية حتى من شوية ولا نوعس في كمان فعاليات قريبة جدا مننا يعني، حد شافها؟ فعالية قريبة جدا جدا، رابعة الفعالية دي هي الورشة، الورشة دي فعالية، فمحتاجة فكرة، واحد على فكرة، أركز على الورشة. لابد على الهدف إنه يكون مركز، أنت ما تقدر تقول أنا اليوم مثلا بملك العالم، كل من يكون أغنى رجل في العالم، أكثر رجل في العالم، أحسن رياضي في العالم، إحنا لما نصير أحسن نادي في العالم، وشو نصير أحسن نادي في العالم؟ ثلاث أهداف أي فعالية. أي فعالية يكون لها ثلاث أهداف محددة، هدف فني، هدف مالي، وهدف إعلامي. هنتكلم بالتفصيل على كل هذه الدول، لكن الشرط الوحيد تحقيق هذه الأهداف، الأهداف دي تكون أهداف قابلة للقياس. بمعنى إيه قابلة للقياس؟ يعني أنا بقول أنا عايز هدف فني، عايز إزاي؟ قابل للقياس، أقدر أحوله لأرقام.